حديث كاس يعني ينكب بلابينا بسندنا منا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا وحنا زايد محمد علي أقوم قدر مؤمن وحن كيمي ودن كجارك كينيا. نحن هاي أرضي وحن كيم هذاي ديان كالصومالي ذا الحمد لله قارهان مقالة جذي وحن أسعدي الحمد لله دورنا يا أسعدي. مقعي هو عبد الكريم شعيب يوسف وحن كصعدا مقالة هرجيسة. حلي لجود الجلي بشي بركة بنات بشي الدنيا ذا أي نسيب كويا لتين وكسو بيرو فرنسيه ربي إمام كي أنبياء ذا رحمة دي عالم كا نبيجنا محمد النبي جينا حريص كركي سال الله يلاه أي هل كانوا مسجد كونه يا خالق وحمانت اللي قده فري دورة دي الحاد يلقو برني علم الحديث كا دورة ذا وحاب حين يا عالم كونه محدث كا شخصية عمر معلن عبد يلاه وعنكوا عش عمر جروينه وآه خدمة يا حديث كا الزمن كان مناسبة دي ما أنت وحكى سواق يبقى العلماء وين خيبها كلا دوان إبروشدا يحر علمي كواسو كيميد خيبه بدن وجودها يدل كدي بديسا كواسو نصيبه يا شيء إن يكون حمان دورة حديثك وغرن وحمناسبة دي ده فري أستاذ بشير عبد الله حسن وكم ذا سكوت برديا شبرامج كان دورة سوا كور رمي تاريخ الامتحانها هيد الدورة إنك شيء قوس آخري قبر الدهر سنة كمكو أها سدح يتمنك يا ربيع الأول كن أفر بقول صدنا يلح لنا عكلنا أيكو أستيسناد أفر يتمنك بشي كوات لبكن شن يتمن أيو باللابتي وحين صدنا ماتي صدنا كي محرم كن أفر بقول صدنا يتضبع كن آدناد بشي لبي تمناد سنة لبي تمنك بشي كو يتمناد لبكن يشن يتمن مدمو مدة سنة وحي قادتي سديد بلوت يدور يتمن معلومات أي سعوتي دورة قبر دهرك سعوتي كذب شيخ مقدشا يوكس اللابتي دورة كلا أيوكب باللابة مسجد الخالق باللابتي كودي سفر كن أفر بقول أفرتني كو لنا عكلنا أي أهد صدن كي بشي سقالات لبوكن سقالي طبعا أيضا صدن ماتي لوحي لباتين كي جماد الأولى كسونا سنة كمركو أها كن أفر بقول أفرتني أفر لنا عكلنا أي أهد لباتين كي بشي اللبي طبعنات سنة كي لبوكن لباتن إي اللبو intaas kadib waxa halkan kelimaad qiimo badan oo isugu jira dardaarana iyo hambalye ka soo jeediyay qaar kamid culimada madasha lagu casuumay waxyaabaha qaar kood inaan la qarin mudan ajira waxa laga yaabaa inay masjidkeenan maarta talabadiisi qaar kamida ee sheekhyada soo hor fariisanayay ee ka faa'iideysanayay inay dibadda anta tagaan sheekhyada ay soo weeraraan waxa iyaga bareen iyagu waxay bareen ay ku soo weeraraan ka cilmigiisa ilaahay baraka uma yeelayo ma laga yaabo inuu qofkaasi cilmigiisu barakoobo sheekha toddoba bilood ama sideed bilood ama sanad kutubta ku soo gabagabaynaya jihaad mujaahada daa'ima inuu ku jiro oo habeen iyo maalin ah qof kasta way u muuqataa marka qadiiman wa xadiisan in cilmiga ugu soo koobo muddo kooban gaar ahaan cilmul xadiis وداب في العلماء هراء لوقت ديانا يوم لكن وحا مهمة ومرة وبعض أن نحسسنا إن إخلاص كنا نقود دالنا آداب تا حديث كا يقارهان قدهان با علم كا يالله كعبس كا يزود كا إن حديث كا حلقة ديسا أتكرنا حشو هي مهمة حديث كا إن لدي قيستو والدورات كو قالتي ومهاتو ستا دمان هذا خريستو waxa inta yani kaga muhiimsan natiijada hadiisku uu ugu dhaliyay ama saameynta hadiisku uu ugu yeeshay in mar walba aad fiiriso ayaa kaga muhiimsan mar walba cilmiga xalaqaadka iyo in xir la noqdo oo la fariisto oo kitaabada la raacdo oo sheekh markuu dhameeyo ay xirto dib isugu celiso oo waa sidii wax lagu baran jiray in la soo nooleeyo nidaamkaasna tacliinta ayuu xoojinayaa marka waxaan leeyahay sheekheena shucbar garweyne ilaahay khayr ha siiyo dowrooyinkan degdega ah beryahan dadku waxay u sii jeesteen xoogaa yaro adduunyada wixii lagu helaayo intensive course wax la yidhaahdo oo maadooyin kale ah marka in axaadiistii intensive course lagu sameeyo oo bilo kooban yacni lagu akhriyo yacni waa fursad marka dhallinyarada ha ka faa'iidaysteen odayaashu ha ka faa'iidaysteen aan ka faa'iidaysano nicmadaas magaaladana waxaan ku baaqayaa aan ka faa'iidaysano
هذه عمر اللي سلقى رأيوه كتابي دمالين ما أركينا النوونا أن كفاية سنة مقالة سدح فتنة مركن نعمة سبحان الله لا إدام يا رب عشان وحي وضعت ما شاء الله تبارك الله اللي يرى هذا اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك نبي في برنين يروي والله واقو جعلها صلاة ساق رسول إلهي ذكر قصاص آخر سنة إلهي أنه كالميه علم عبادة إن الله نمانه واحد براني سامرك وحديثنا يا رسول الله عليه وسلم كده رام مرة انت اسكليها شرف وفرة دتك واحد تغانينه وحال هيبل دعاء كده عضي يا ودعي معلم كيس يا ودعي أبيس يا ودعي هويديس يا ودعي الشيخ سوم تغانين دعاء قبل سوم تغانين كورا نكنا يا حبيب دعي صلى الله عليه وسلم ما بالك كورم نكنا يا حبيب دعي كورم قياس مولي عادي مياس وعادك بحوه إلهي وحلق هلوي والنبي صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأة سمع منا حديثا فبلغه يا الله النوري وجلال قلب النور إلهي حالته ونجي دعاء سياردي وانا احفظ امهن فرب بلغ احفظ من سامعين مركز دعاء سياكو دعاء عيسى هذا حديثك حرير ليالته هذا اخرسه هذا اخرسته تكون احتساوينا ان دعاء سمو العظيم اللهم بارك لنا في عمر شيخنا شيخ عمر اللهم بارك في التلاميذ وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين شيخ عمر قرويني أو يسوى مدرس كدورة كأغريي حديث كان حريستا عادة وهيد محدثين تا الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء أخرجه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده والإمام الحميدي في مسنده وابن عبد الحميد في مسنده وأبو عيسى الترمذي في جامعه وهو حديث حسن صحيح والله سبحانه وتعالى أعلم مناسبة كدب قارك من أرضي ذي ككلمة ما لبضنا الدنيا إسلام مركزنا نصيب كوي شيء إن دوردنا يكون تحمانا يا الله اللي ورباه انت يقو كور رمي درين كودف الحداد إن يكون صوت تحمان دوردنا حديثك magacay waa abd kariim shaaib yusuf waxaan ka socdaa magaalada hargeysa waxaan ka soo xulaysay aan dawladda ka soo xulaysay magaalada hargeysa waxaan insha Allah tabaaraka wa ta'ala rajaynayaa inaan noqdo dalabada cilmiga hadiiska halkan ka qaadata oo shaqo ka taxawusha insha Allah tabaaraka wa ta'ala si qiimo badan oo qayo leh oo milgaheeda la yahay halkan lagu qaabilay alxamdulillah rabbil alamin نحن هاي أرضي وحن كيما هذي ومالي استيد أيان كيما هذي ديان كالصومالي ذا الحمد لله قارهان مقالة قذي وحن أسعدي الحمد لله دورة أنا أسعدي وحن ربا إن شاء الله وإنا كفا إذي استو إلهينا إيوا أنفعو الحمد لله مدتهم بريئها أيان كسهريي مدتهم كبريئة سفي عن أيان الواقع بلي الحمد لله وحن لأن هاي ما أنت فرحد أيان وحويا فرحد أنا لبكو بكرو aadi aad baan u faraxsanahay anigu waxaan ahay daawud maxamed cali oo ku magac dheer muumin waxaan ka imi wadanka jaarka ee kenya waxaan u imi xafladan oo qiimaha badan inaan ka dowladan qiimaha badan inaan ka qayb qaato ana wali ku aamin jiray ku ayda ka horeeyay inaan ka qayb qaato laakiin ilaahay mid suur gali ilaahay ayaa ku mahadsan iyo dadkii ugu kaalmeeyay gaar ahaan hooyaday macaan hooyay saciid macallim iyo walaalkay abshir macallim dowlada igala qayb qaadanaysa dowladan waxaan leeyahay waa dowladii lixaad ee sheekh weyn ee muhaddifka Aisha Umar Garweyne uu faa'iideeyo bulshada Soomaaliyeed iyadoo meelo kala duwan oo daafaha dunidana sheekhu ku soo akhriyay dowrooyin xadiis ah